عشان كده السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي كان مهتم جدا أن يكون متواجد مع الكابتن محمود الخطيب في منزله وفي حضور مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل تقريبا، دارت المناقشات حوالين الموقف. دكتور أشرف صبحي طبعا ممثل الدولة كوزير للشباب والرياضة، عرض الوجهة العامة، عرض الكثير من التفاصيل المهمة في السياق، ثم استمع طبعا إلى رأي الكابتن محمود الخطيب وتحدث عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة النادي حوالين تفاصيل المشهد بكل أسبابه بكل تداعياته. ليه الأهلي أخذ هذا الموقف؟ لا هو موقف متشدد، ولا هو بيضع العربة قدام الحصان، ولا هو بيستعرض ولا عايز يكسب حاجة، ولا عايز يكسب جيم، ولا أي حاجة من ده خالص. الأهلي عايز النظام يمشي، عايز العدل يسود، عايز احترام الجدول من قبل الاتحاد كما تعاهدنا قبل الموسم. بس معقول الامر؟ انا عندي راجل خواجه مدرب حاطط برامجه، حاطط افكاره واعداده للاعبته زي ما انتم متابعين وشايفين، بيدور كل اللعيبه ويستخدمهم حسب ظروف المباريات. فبالتالي ما ينفعش يبقى ماشي في سكه ومرتب خطواته لمباراه مهمه زي مباراه القمه وفجاه لا بلاش ديت خد ديت. في حيثيات فنيه، في دوافع حقيقيه، فانه في النهايه انا بحترم الجدول وكل اللي انا بطلبه الناس تحترم ده. بجانب ده او قبل ده او اهم من ده، الاهلي يضع المصلحه العامه والمصلحه العليا فوق اي اعتبار، ولا احد يمكن ان يزايد مع الاهلي في هذه الجزئيه. عندما يتعلق الامر بالمصلحه العامه والمصلحه العليا للوطن فلا شيء، لا شيء على الاطلاق. لكن الامور تبقى واضحه وتبقى صح في نطاقها او في سياقها السليم. عشان كده الجلسه على قد ما ان هي امتدت فترات طويله يا باشمهندس، عده ساعات، لكنه كانت مثمره جدا. وهتحط نقط على حروف مؤكد. اوضحت او كل الاطراف ظهر لها الصوره بشكل واضح جدا، سواء مجلس الاداره او السيد الوزير. وفي النهايه كان في توافق وروح رائعه جدا. الاهلي يدرك جيدا اهميه الموقف واهميه لصالح النظام العام، ويدرك جدا المصلحة العامة وضرورة الانحياز ليها بكل قوة، ودي مش جديدة على النادي الأهلي على الإطلاق، هو أسس لهذا الهدف ولهذا الغرض. والسيد وزير الشباب والرياضة أدرك إلى أي قدر النادي الأهلي عند مجلس إدارته هذا الوضع من المرونة الكبيرة، تفهم كل الأمور ولكن بنطاق صحيح أو وفقا لضوابط كاملة. فتم الاتفاق على استمرار الجلسة لبكرة إن شاء الله، لأنه طبعا مجلس إدارة اتحاد الكرة معني بهذه المسألة، هو المنظم للمسابقة وهو المسؤول عن إدارتها. فبالتالي استكمال المشاورات والاجتماعات للغد إن شاء الله لاستيضاح الموقف كاملا وإصدار القرارات المهمة في هذا السياق. لكن ما يجب التأكيد عليه وما يهمنا التأكيد عليه، تفهم الأطراف كلها لطبيعة اللحظة وظروف المرحلة، وتغليب الجميع المصلحة العامة لمصر على أي اعتبار. فإن شاء الله يكون القرار بكرة بإذن الله يحافظ على هذه المرتكزات الأساسية. أكثر الناس حرصاً آه على أن الأمور تمشي في سياقها الرياضي الهادئ الملتزم. من أين يأتي الغموض في الأمر الواضح؟ لو رجعنا فلاش باك كده، المباراة بين الأهلي والزمالك هي مباراة النادي الأهلي يستعد لها الفريقان، وطلعت همهمات قبليها بعشرة أيام هتتأجل، بعدين اتقال لا مش هتتأجل، والكلام دلوقتي هي بجمهور ولا من غير جمهور. إلى أن فوجئنا في يوم أعتقد كنا على الهوا ساعتها، الإعلان في بعد منتصف الليل الاثنين اللي فات، الإعلان لمين؟ الإعلان كان موجه لمين؟ أدي أول علامة استفهام، لان انت في الامور اللي زي دي ان المباراه اتاجلت لدواعي امنيه، بيان مقتضب بيدي لك هذا الخبر ويبلغ بيه النادي المنظم، يعرفه من الاعلام بالطريقه دي.